يا هضبه ليك وحشه والله. هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ عايز تعرف ايه اللي بيحصل؟ ايوه عايز اعرف، وما تنساش ان انا محامي وجودك هنا غير قانوني. لا قانوني، ومعايا اذن من النيابه بالقبض عليك. قبض عليا؟ طب ورهولي. عايز تشوفه؟ ورهولي. في ايوه؟ تنسيت اتفقنا ولا ايه؟ لا، ما هو اتفقنا ده بقى انت تلفه صاروخ كبير وتبقى تسلك بيه ودانك في السجن. سجن؟ لا، ما لو اتسجنت مش هتسجن لوحدي، انا مش عيل صغير عشان تلعب بيا يا ايوب. انت تلعب بيك يا منصور بيه. سماح لسه طالع ومع رجاله. حاضر يا باشا. ايوب الحق، البنت ميرفت بتقول ان في واحده اتهجمت على رغده ومعاها رجاله. ابني لما عرفت اللي عملته سماح في رغدة جريت عشان الحقها، لكن لما رحت هناك ما لقيتش ابني وعرفت انه اتخطف. بس لاحظت ان في حد بيراقبني وبيتحرك ورايا، وفهمت انه من طرف اللي خطف ابني. ايوه منصور بيه، وصل المطبعه يا باشا. حاضر يا باشا، مع الف سلامه يا باشا. الو، بقول لك يا حبيبنا، الشبح ده طلع تبع منصور، تحب اشقه لك نصين وقتي؟ لا 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 لا، اسمع اللي اقوله لك ده واعمله بالحرف الواحد، وبعد موت حسن ما بقاش قدامي اي فرصه نثبت اللي انت عملته، لحد ما انت جيت بغبائك وقدمت لي فرصه من ذهب لما خطفت ابني. بعت خالد للراية هشام، لان انا ما ينفعش اروح، لان انت طبعا راجل برم ومأمن نفسك ومخلي حد يراقبني. هشام باشا صالح حضرتك باشا. انت مين يا ابني؟ انا جاي لك من طرف ايوب يا باشا. ايوب مين؟ ها؟ ثواني كده باشا. ايوب خد يا باشا، هو هيفهمك كل حاجه في التليفون. الو هشام بيه، انا ايوب سعادتك، كنت موجود عند سعادتك في وقت ايصالات الامانه وحريقه الاسم، فاكرني سعادتك؟ لا والله طبعا فاكرك ايوب، دي حاجه تتنسي؟ طب بعد سعادتك انا في حاجه انا عايزك فيها ومحدش هيقدر يساعدني فيها غيرك. خير؟ وعرفته كل حاجه وقلت له ان ابني اتخطف وان اللي خطف ابني هو اللي سرق البيت ورماني في السجن، ودي فرصتي الوحيده والاخيره اني اثبت حقي وحق ابني وارجع اللي ضاع. وبدل بقى ما انت كنت بتراقب ايوب، بينا احنا اللي بنراقبك يا منصور، وطبعا معانا اذن من النيابه بناء على البلاغ اللي قدمه ايوب والمحضر القديم اللي اتفتح. كده يبقى كل اللي فاضل ان انا اجمعك انت وسامح مع بعض واصدت اوقع بينكو عشان تختلفوا ويبقى التسجيل واضح. فلوس ايه يا مخبول انت؟ دي فلوس البيت اللي انت نصبت عليا فيه، يعني حقي ورجع لي وما سرقتوش. اللي انا سرقته ها؟
قصدك اللي سرقناه سوا وكان برضاكي، ولا نسيتي؟ هات 50 يا منصور، لا هات 20 يا منصور، لا هات ابصر ايه عشان مش عارف اجيب ايه، ولا انت عشان قدام اخوك هتعمل الشويتين دول؟ ما عارف انك زباله. بقى انا زباله؟ طب وديني ما انا سايباك. وماله مش عيب، عنك ما سبتيني، بس برضه هتجيب الفلوس اللي سرقتيها وفوقيها الفوايد وفلوس الفيديو اللي صورتي مع حسن ملاكحم ومطرح مراح. بس يا سيدي، وكنا مأجلين القبض عليك لحد ما نوصل للطفل عشان ما نعرضوش للخطر. ايه يا ابني؟ باشا منصور جاله تليفون من واحده اللي معاها الواد، وهي مرات مسجل خطر اسمه راضي شبوره. كويس جدا، ابعت لي بقى بياناتها فورا لحد ما نوصل لها. تمام يا فندم. فورا. يا ايوب، احنا وصلنا للواد، عاوزك بقى تحدد ميعاد المقابله مع منصور. دلوقتي اثبتت ان انت مزور عقد البيت من غير بقى ولا قضايا ولا حوار بتاع صحه التوقيع اللي انت طبعا عارفه كويس وفاهمه، وشهور وسنين في القضايا، واثبتت كمان ان انت مزور شهاده ميلاد ابني. ايه رايك فيا يا متر؟ متر؟ انت خليت فيها متر؟ ده انت اللي مترو، ده انت دكتور ورئيس قسم ايوب. وزي ما انتوا دخلتوني السجن، انتوا الاتنين دلوقتي هتدخلوا السجن، وكده يبقى حقي وحق امي رجع لي خلاص. اقبض عليهم يا ابني. ايوب. يقبض على مين؟ محدش هيقبض عليا. لو عايزين تقبضوا على حد قبضوا عليه هو الاول. ما هو حرامي هو كمان. وما جاب الفلوس دي منين؟ خدوا يا ابني، خدوا خدوا. ايوب انت هتسيبهم ياخدوني؟ يا ايوب ده لحمك ودمك، اعمل حساب لعاد من ضربه يا ايوب. ورحمة امك، ورحمة امك ما تسيبهم ياخدوني. يا ايوب، ايوب اوعى كده. هقرب لي هموت نفسي. ما تفكك ياض من شغل السرسجيه ده، ما تخليش اعمل معاك الغلط. بتعملوا ليه يا باشا؟ ما اعملوا ايه؟ انت بتعمل ايه؟